السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ هاي allemaal. اليوم ما غاديش نخليكم في الكوزينه معايا، اليوم غادي نخرجكم. بغيت نتعلم واحد الحاجه جديده، وشنو هي غادي تشوفوها. المهم هاني درت الحمايه، لبستها وغادي نوريكم واشنو. هاي دامش hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat alles goed gaat. Vandaag blijf ik niet in de keuken. Ik ga iets nieuws leren. Ik heb het nooit gedaan. Dus de eerste keer. Dus ik ben benieuwd hoe vaak ik gebroken been of enkel of niks krijg. Of hoe vaak ik val. Maar dat maakt niet uit. Jullie gaan het zo zien. Benetra, manni medert het. Oel, gtragadin derha. Ja, nee. كيفاش يقدر غادي في الساعه نتعلمها؟ يقدر غادي اما تقرض اما مهم غادي نخليكم تشوفوا معايا. ايوا هيا البنات، كيك دامج فوقت ايرست خايك تروب. اول خطره غادي نلبسهم. ايوا دابا غادي نشوفوا واش غادي نديروا. راه تسطيت لحقاش ما بقيت ما ندير. المهم نتعلم هذه اول حاجه نتعلموها. اي حاجه راه يقدر الانسان يتعلمها. وشكون اللي غادي يعلمني؟ بنتي ايا هي اللي غادي تعلمني. سو دي دي سي ايرست كي دونتي كرو ايرست كي دونتي كرو بخا بام خا كارتوايت De eerste keer dat ik erop ga, dus Aya die gaat mij leren. Ze zegt, ja, je moet door je knieën. Oké, een beetje door mijn knieën, ja. Dus Aya die gaat mij leren. En ik heb altijd zoiets van, alles is te leren. Je kan het gewoon leren. Dus ik ga het proberen. Hoe gelijk om Aya, welke kinderen die leren? Nog dat li. Zeg maar aan, bij jullie komen er aan het talent. Maar die houden, dat doe ik nog dat bij een helkom. Welke kinderen hebben te oeuwel getra. Waar het schieke bij li, je djerger weer bijdo. مهم غادي نرجع لكم تاني. Aya, wacht even. Ja, die moet goed zijn. Hoe vind jij dat ze doen? Ik doe het veel. Ik moet zo, nu komen we rennen.
Dit is echt heel zwaar. Heb je nog iets te zeggen? Nee, dit is heel moeilijk. Maar ik blijf doorgaan tot ik het kan. Wat het shit zou je het? Wat een kind. Wat een kind. Wat een kind. Dat heb ik dit al. Hij zei, dit had zo kunnen melden. Zo. Mama, je bent goed bezig. Heel goed. Ik ga alleen maar hier dit stukje zodat ik me goed kan vasthouden. Hoe het zie ik hem hier in met hem met de tweede. يعني غادي نوريكم من نهار الاول وجوج وهذا الثالث اللي غادي ندرب فيه راه شويه ولكن راه باقي عاد كنطيح كما قلت لكم انا ما غادي نبقى حيدرتها في راسي غادي نتعلمها واي حاجه راه الانسان يقدر يتعلمها يا البنات راه باقي لي عاد ندرب ولكن مهم راه كاين يبان التحسن وحتى المره اخرى عاوتاني كما شفتوا البنات اي حاجه الانسان يقدر يتعلم لها شوشو ليها بخجين الله يشتليها المهم انا عارفه راه مازال خصني عاد ندرب وهذاك ولكن مهم راه كيبان التحسن إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وما تنساوش تابوني وتبارتاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم مع أصحابكم مع العائلة ونشوفكم الفيديو الجديد ديالي زوج اللي هبخزين يكمل نوح ويال ايفه ونوح اوفن اقفل نوح ستيت ان باركير بانيك هارت غفالة ما يا اقفل نوح
Er is vooruitgang, dus dat is heel belangrijk. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, te abonneren en te delen. En tot de volgende video. Ik zie je op de video's die je hebt. Assalamu alaikum. Kikololo. اللي تعرفوه عطيوه حتى هو يشوف الفيديو وعرفوا بلي البنات اي حاجه راه الانسان يقدر يتعلمها راه غير خاص ماشي تبقى لا انا ما غاديش نقدر صعيبه عليا. حتى انا كنت كنشوف داكشي بان ليا صعيب وما عمري نقدر نتعلم، ولكن قلت راه نجرب اي حاجه تجربيها واي حاجه راه كتفوت على التجربه. المهم ما نطولش عليكم وبسلامه عليكم.